قررت الدولة اللبنانية المضي في قانون دعم صندوق التعاضد الخاص بالفنانين اللبنانيين وفرض ضريبة 12% على كل موسيقي أو فنان أجنبي يحضر للعزف أو لتقديم العروض في لبنان. وزير السياحة فادي عبود غير راض عن آلية تنفيذ هذا القانون الذي يسهم في تقويض الحركة السياحية والثقافية. وصلنا بتنفيذ هذا القانون أنه بيجي مباشر على أمر من قاضي أمور مستعجلة بيوقف ميكا من الصعود إلى المسرح لأنه بده يتأكد إذا اندفع عنه 12% أو لا. وعندي عدة شكاوي كمان فنانين ومودلز ممنوع يتركوا مطار بيروت إلا ما يكون معهم براءة ذمة مالية. منظمو المهرجانات الدولية في لبنان لن يلتزموا بهذا القرار. وما في حدا من المهرجانات قبلان فيه، رافضينه بالمرة، عاملين عصيان، يعني مش ممكن إنه نقبل فيه. شي جنون جنون. فسرنا لوزير الثقافة، فسرنا له، قال ايه معكم حق، جيبوا بمحامي بس خلي يساعدكم لنغير القانون. هذا القانون يقلص أرباح الجهات المنظمة ملايين الدولارات التي ليس معروف بعد كيف سيجري إدخالها إلى صندوق الفنانين. طول سنين نرجع ليالي الفرح. إذا كانت وزارة الثقافة متفهمة لموقف المنظمين وإذا كانت وزارة السياحة تساندهم، فما العائق في تعديل القانون الجديد؟ وكيف يمكن دعم وتمويل صندوق الفنانين اللبنانيين الذين يعانون منذ عقود من الإهمال؟